تالت حاجه طبعا احنا كلنا في الحظر وقاعدين في البيت، اكتر شكوى دلوقتي الناس خايفه وزنها يزيد. طيب احنا بنقول فتره الحظر دايما بنبص لنص الكوبايه المليان، ليه ما نستفدش من الحظر في ايه؟ في ان احنا نغير الستايل بتاع حياتنا، نعيش حياه صحيه. ليه حد يكلمني يقول لي انا بسهر طول الليل واصحى الصبح؟ يعني احنا قاعدين نقول احنا عايزين صحتك ناكل. احنا يعني سهران طول الليل وينام الصبح اصلا، يعني صاحب الليل ونايم بالنهار. طب حضرتك هو ده صحي يعني؟ يعني احنا قاعدين بنقول الحظر ده ناخد منه الفوائد الصحيه، نغير حياتنا، نعمل زي الاوروبيين، ننام بدري ونصحى بدري. هو ده الصح على فكره. انت ما تقوليش انا وزني زاد وانا قاعد في البيت وانت حضرتك سهران طول الليل. السهر بيزود الكرش، السهر بيزود الهرمون بتاع الجوع اللي بيخليك تاكل نشويات كتير. السهر بيقلل مستوى الشبع، بيقلل هرمون الشبع اللي هو الليبتين، ده بيقل مع السهر. السهر هو اللي هيخليك تضرب، اللي هيخلي وزنك زيادة. اعمل حسابك على كده. السهر ده انت لو نمت بقى، وعلى فكرة برضو مش سهر بس، مش زيادة الوزن بس، مناعة. المناعة عايزة نوم، المناعة عايزة نوم. تنام تاخد 8-9 ساعات، وانت لو في اجازة يا عم بس خد 10 ساعات نوم، ايه المشكلة؟ نام. انت ياما تعبت وياما شقيت وياما اتبهدلت. دي فترة يعني بيقولوا ايه، انك تاخد نفسك شوية، تستريح، تشوف ولادك اللي انت ما بتشوفهمش خالص، يبقى في جو اسري. يعني اعتقد ان تغيير نمط الحياة هو ده اساس كل حاجة. في اصلا دراسات قالت ان الناس اللي بتنام 6 ساعات محيط الخصر عندهم 3 سنتي ازيد من الناس اللي بتنام 9 ساعات، اللي بتاخد راحتها في النوم. ففي رابط جامد جدا بين انك تاخد ساعات نومك الكافيه وحته الوزن المثالي. وفي نفس الوقت كمان حته السهر، لا، معدلات الحرق بتاعتك بتبقى بالنهار مش بالليل، مصانع الحرق بتاعتك بالنهار مش بالليل. اتكلمنا قبل كده في الكبسولة على الصيام المتقطع، بلاش ناكل بالليل، بالليل اشرب سوائل بدون سكر. كل وجباتك بالنهار قسمها، وخد اي حاجة من الحاجات الطبيعية اللي اتكلمنا عنها من مستحضرات الموجودة في الصيدلية بشكل طبيعي اللي مش مهربة، الحاجات اللي بتحتوي على الجارسينيا، الحاجات اللي بتحتوي على الكروميوم، الحاجات اللي بتحتوي على الجيميما سيلفستر، الحاجات اللي بتحتوي على الشيتوزان، الحاجات اللي موجودة في الصيدلية، اسامي مواد فعالة. الحاجات اللي موجودة في الصيدلية تساعدك لو انت عايز وزنك ينزل، بس بلاش سهر، بلاش اكل بالليل.